بسم الله الرحمن الرحيم، أبناء طلبة متطلبات الصف الخامس ابتدائي، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة مع قناة مستر إسماعيل حلمي. هنبدأ دلوقتي يا شباب نكمل يونت 8 بقية منهج الترم الثاني at the safari park، في حديقة الحيوانات أو في حديقة حيوانات برية. قبل ما نبدأ اليونت بتاعنا، إيدك بسرعة زر اللايك والشير والسبسكرايب عشان كده توصل لكل أصحابك وتنتشر وكله يستفيد زي ما أنت تستفيد. ويلا بينا نشوف رحلة يونت 8. أول درس عندنا، طبعا هناخد الفيديو كله يونت 8 كاملا، conversation time وقت المحادثة. عندي هنا كلمة quick، أسرع، quick أسرع، يلا بسرعة. scary مخيف مفزع، scary scary. safari park، safari park حديقة حيوانات برية، يعني حديقة حيوانات مفتوحة، الحيوانات مش جوه الأقفاص. safari park حديقة حيوانات برية. خلي بالك هنا بيقول لي حرف السي في كلمة scary نسي صوت حرف الكي، حرف السي طبعا بينطق صوت حرف الاس لو جه بعديه اي او اي او واي، بس غير كده ينطق حرف صوت حرف الكي. تعال نشوف كده بقية الكلمات بتاعتنا. عندي هنا كلمة what يعني ما او ماذا، عندي monkey قرد، monkey car سيارة، cute cute جذاب او لطيف، window شباك، window شباك، picture picture يعني صورة، dad بابا، dad mouse mouse يعني فأر، وبيد سرير، بيد سرير، دور باب، دور باب. وعندي كلمة careful حريص، careful حريص. بيقول لي خلي بالك نستخدم بي زائد صفة عند إعطاء أوامر ولتعب، يعني كن أو be very careful يعني كن حريصا جدا، be quiet كن هادئا. ويستخدم الفعل take مع كلمة picture بمعنى take يعني يأخذ أصلا، بس تيجي مع كلمة picture بمعنى يلتقط، بمعنى يلتقط صورة. الأفعال بتاعتنا عندنا هنا أفعال منتظمة regular verbs، وهي guess يخمن، guessed worry يقلق، worried قلق، jump يقفز، jump قفز، jumped قفز، look ينظر، look نظرة، go away يذهب بعيدا، went away ذهب بعيدا، tell يخبر، told shut يغلق، shut أغلق الأول زي الثاني. وعندي hurt يؤذي أو يجرح أو يؤلم، hurt التصريف الأول زي الثاني بالظبط، hurt hurt. تعبيرات وحروف جر هام، عندي هنا كلمة guess what خمن ماذا، guess what واحد عامل واحد مفاجأة بيقول له ايه guess what خمن، don't worry لا تقلق، ما تقلقش don't worry لا تقلق، don't worry it's scary انه مخيف، it's scary it won't hurt you، هنا won't اللي هي will not يعني سوف لا، انه لن يؤذيك، it won't hurt you، it's going away انه يذهب بعيدا، it's going away، quick اسرع اجري بسرعة، shut the window اغلق النافذة. لما نبدأ الجملة بالفعل تبقى جملة امر، shut the window اقفل الشباك، اقفل النافذة، on the car على السيارة. وتعالوا نشوف هنا exercise خفيف كده على الفوكاب بتاعتنا. عندنا هنا كلمة bike دراجة، وكلمة car عربية سيارة، وباص يعني اتوبيس، وداد يعني بابا، طبعا دي وسائل مواصلات هنطلع كلمة داد. وعايزين اي وسيلة مواصلات ممكن نحط كلمة تاكسي او نحط جيب او نحط بلين، اي وسيلة مواصلات. عندي هنا كيوت لطيف، وسكيري مخيف مرعب، شط يغلق، كيرفول حريص، دي طبعا صفات هنطلع كلمة شط ده فعل. وعايزين صفة حط لي كلمة مثلا جود، اي صفة انت حافظ حروفها. عندي هنا داد بابا، مونكي يعني قرد، مام يعني ماما، وانكل يعني عمو او خاله، هنطلع كلمة مونكي عشان دول افراد العائلة، ونحط مثلا كلمة برادر او سيستر اي حد من افراد العائلة، او انت عمته او خالته. كار عربية، وجس يخمن، وتل يخبر، وهيرت يؤذي او يؤلم، هنطلع كلمة كار علشان دول افعال، واسهل فعل زي ما متعودين نحط الفعل جو. عندي تشير يعني كرسي، دور باب، بيد سرير. عندي كلمة hurt يعني يؤلم أو يؤذي، هنطلع كلمة hurt، ودول حاجات من أثاث المنزل أو موجودين في المنزل. فممكن نحط كلمة table، كل ده موجود عندنا في المنزل، ترابيزة أو طاولة.
المحادثة بتاعتنا يا شباب بتتكلم هنا عن بين أبطال المحادثة هم كريم ومنى وداد بابا. فالمحادثة اليوم في حديقة الحيوانات، محادثة في الحيوانات البرية. منى سعيدة لرؤية القرد على سيارة والدها، ولكن كريم خائف. تعال نشوف كده المحادثة دي بتتكلم ازاي. هنا بيقول لي منى بتقول لي داد ايه؟ داد جيس وات، بابا ابي خمن ماذا؟ قال لها وات في ايه؟ قالت له there is a monkey on the car، يوجد قرد على العربية على السيارة. فكريم قال لها كويك كويك بسرعة بسرعة شوت ذا ويندو، اقفل الشباك. خايف طبعا، هنا بيأمرها انها تقفل الشباك لانه يشعر بالخوف. راح كريم قال لها لوك انظري ها there it is اهو هناك اهو لوك there it is اهو هناك. راحت منى قالت له اوه اتس كيوت، انه ايه؟ انه لطيف. بعد كده راح كريم قال لها It's not cute، إنه ليس لطيفا، It's scary، عشان كريم خايف، إنه مخيف. راح بابا قال له Don't worry it won't hurt you، لا تقلق هو لا لن يؤذيك، مش هيؤذيك يعني ما تقلقش يعني. راح منى قالت له Oh it's going away، ده ماشي، إنه يبتعد، إنه يذهب بعيد. محادثة سهلة وجميلة وظريفة، ويلا بينا نشوف بقية الدرس. نبدا هنا نشوف اكسرسايز خفيف كده listening، حليناه طبعا عشان وقت. هنا بيقول لي هدى بتكلم منى what is this، ما هذا؟ it's a monkey، كلمة monkey هتكون مش مكتوبة انت تكتبها. وبعد كده which one is bigger، ايهما اكبر، the monkey or the cat، القرد ولا القطة ام القطة. هنا which هتكون مش مكتوبة انت تكتبها، the monkey is bigger than the cat، القرد أكبر حجما من القطة. where do monkeys live، أين تعيش القرود؟ هنكتب كلمة where هنا. where do the monkey lives، أين تعيش القرود؟ monkeys lives in the safari park، كلمة سفاري مش هتكون مكتوبة أنت تكتبها، القرود تعيش في حديقة الحيوانات المفتوحة. عندي هنا دايلوج صغير كده محادثة، I am going to take a picture، أنا سوف ألتقط صورة. by very careful، be very careful، كن حريصا. oh no I told you be careful، خايف طبعا، قلت له انا قلت لك كن حريصا. exercise على lesson 1 و2 على conversation time. على lesson 1 ندى بتكلم داليا where is the monkey، اين القرد، هنكتب كلمة where. it's on the car، انه على السيارة، نكتب كلمة car. is it scary، هل هو مخيف. don't worry، لا تقلق. it won't hurt you، هو لن يؤذيك، يبقى هنا hurt هنكتبها. is it cute، هل هو لطيف. yes it is، سهل جدا حفظ الكلمات علشان نقدر نكتب listening. نيجي بعد كده للسؤال اللي choose dad not what، there is a monkey on the car، guess what، خمن، في علامة تعجب هنا، يبقى guess what. ها number 2 don't it won't hurt you، ده في المحادثة، don't worry لا تقلق لن يؤذيك. ايه بيكلم بيه، بيقول له is the monkey، قال له on the car، على السيارة، يبقى بيسأل مكانه، يبقى where is the monkey، اين القرد. number 4 the monkey is going away، القرد ذهب ايه، ذهب بعيد، going away. السؤال اللي بعده rearrange، ترتب الكلمات الجمل. هنا بيقول لي is there a mouse here، is يعني هل، is there، هل يوجد a mouse here، هل يوجد فأر هنا. هنا I am going to take a picture، أنا سوف، I am أنا going to، going to هنا مش معناه يذهب إلى، معناه سوف. I am going to take، أنا سوف ألتقط a picture، سوف ألتقط إيه؟ صورة. number 3 where is the monkey، where أين، where is the monkey، أين هو القرد. وفي الآخر كويس شمعك. السؤال الرابع هنا بيقول لي quick، أسرع، shut the window، اقفل الشباك، quick بسرعة، quick دي معناها أسرع، وعلامة التعجب بعديها quick shot، shot يعني اغلق، shot the window، اغلق الايه الشباك أو النافذة.
اخر نقطه. طيب عندي بعد كده الباراجراف محلول في اخر الكتاب عندك بيتكلم على السفاري بارك. هنا بيقول لي last Friday الجمعه اللي فاتت I went to the safari park with my family، انا رحت حديقه الحيوانات المفتوحه مع عائلتي. I saw many animals، انا رايت حيوانات كتيره. The giraffe is the tallest animal، الزرافه هي اطول حيوان. The elephant is bigger than the monkey، الفيل اكبر حجما من القرد. The cheetah الفهد is the fastest animal، اسرع الحيوانات. سهل جدا موجود عندك في اخر الكتاب المعاصر. بعد كده عندنا هنا punctuation، did Rodina visit the safari park on Friday، طبعا الدي بتاعت did نعملها كابيتال، رودينا الار كابيتال ماشي، visit the safari park كابيتال كابيتال on Friday الاف بتاعت الايام الاسبوع، وفي الاخر هنحط question mark. عندنا ثلاث اخطاء هنا، واحد اثنين ثلاثة. It's going away، طبعا ال A في أول الكلام هنعملها capital، هنا في apostrophe هنا اهي بين ال T وال S، وفي الآخر في نقطة، يبقى دي جملة فول ستوب، أدي واحد اتنين أدي تلاتة. الدرس الثاني في يونت 7 بيتكلم على word and practice time، يونت 8 الوحدة الثامنة، هنشوف الكلمات بتاعتنا على الدرس بتاعنا. وزي ما انتم شايفين كده ده شكل السفاري بارك، حديقة الحيوانات المفتوحة. عندي هنا elephant الفيل، هنا الوايلد animals اللي هي الحيوانات البرية، الحيوانات الموجودة في الغابات. elephant الفيل، و cheetah اللي هو الفهد الصياد، حيوان الفهد السريع جدا. جيراف حرف الجي لما يجي بعديه اي او اي او واي ننطقه جي، يبقى دي اسمها جيراف اللي هي الزرافة. عندنا بعد كده سنيك الثعبان، سنيك ثعبان. تيرتل سلحفاة، تيرتل سلحفاة. شمبانزي، شمبانزي ده حيوان الشمبانزي اللي هو يشبه القرد، دي كلها حيوانات موجودة في الغابة. عندي الكلمة وعكسها، عندي هنا فات سمين عكسها ثن رفيع، طول طويل عكسها شورت يعني قصير. عندي هنا شوية كلمات تانيين، مام يعني ماما، ديليشس لذيذ، اير بلينز طائرات، وبيرد يعني طائر. وعندي هنا تعبيرات وحروف جر هامة، عندي شور الاس مع اليو بتنادي شور معناها بالتأكيد أو متأكد. تراي سام يعني جرب بعضا منها، حد بيعزم حد على حاجة بيقول له اتفضل خد حتة، تراي سام جرب بعضا منها. عندي بعد كده alright يعني حسنا، here you are اتفضل، it's delicious انه لذيذ، look at ينظر الى، و sit down يعني يجلس. وعندنا الافعال المنتظمة، عندي try يجرب، tried ده فعل منتظم اخره واي، لما نيجي نضيف اي دي قبليه حرف ساكن هنحذف الواي نحط بدلها اي اي دي، يبقى tried يعني جرب، look ينظر، look نظرة، sit يجلس، sat جلس ده غير منتظم، see يرى، so رأى. تعال نشوف المحادثات الصغيرة ديت معانا هنا، بيقول لي هنا ايه بيكلم بيه، هاي مام ديد يو سي ذا شمبانزي، هل رأيتي الشمبانزي؟ قالت له يس اي ديد، سألنا بديد نسأل ننزل في الإجابة، يس اي ديد، بي كيرفول خلي بالك احترس، بليز سيت داون لو سمحت، اجلس قال لها شور بالتأكيد. هنا ايه بيكلم بيه، تراي سام جرب بعضا منها، قال لها alright حسنا، قالت له هوري ار اتفضل، هي اتس ديليشس انه ايه؟ انه لذيذ. المحادثة الثالثة هنا ايه بيكلم بي، وات ار يو لوكينج ات؟ ماذا بتنظر على ايه؟ ما الذي تنظر اليه؟ قال له اي ام لوكينج ات ذا بيردز، انا بنظر الى الطيور. قال له ار ذير اني ايربلينز، هل يوجد اي طيارات؟ قال له نو ذير ارنت، لا ما فيش اي طيور اي طيارات. بعد كده عندنا صفحة 63 بنتكلم على اكسرسايز خفيف كده، هنا بيقول لي ذا از فات اند هاز لونج نوز، هو سمين وعنده مناخير طويلة، طبعا بيتكلم هنا على الاليفانت الفيل. نمبر 2 هنا بيقول لي ذا از ماي فيفوريت وايلد انيمال، هو حيواني البري المفضل، بارت البغبغان، تشيتا الفهد، ايل ثعبان البحر، وعندي كات القطة. طبعا هو التشيتا هو الحيوان البري المفضل. نمبر 3 وي كان سي نقط ات ذا سفاري بارك، نحن نستطيع ان نرى نقط في
حديقة الحيوانات المفتوحة، بنشوف ايه؟ شاركس قروش، دولفينز زرافيل، جيرافز زرافات، و كرابس اللي هو سرطان البحر. طبعا هنشوف هنا الجيرافز الزرافات. The elephant and the lion are الفيل والأسد are، طبعا دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن animals زي مستر بيردز طيور، people ناس، و plants معناه planets يعني كواكب. عندي كده الجرامر بتاعنا بيتكلم على المقارنة بين واحد ومجموعة، هنضيف للصفة EST. Which one is the tallest؟ أيه واحد هو الأطول؟ هقول هنا مثلا tall طويل، tallest الأطول، بنحط للصفة إيه؟ EST. Fat سمين أو تخين، fattest الأسمن أو الأكثر بدانة بدين، fast سريع، fastest الأسرع EST. Short قصير، shortest الأقصر، thin رفيع، thinnest الأرفع والأكثر رفعا، slow بطيء، slowest الأبطأ. هنا بيقول لي خلي بالك بقى، السوبرلاتيف اللي هي صيغة التفضيل بتفضل واحد على مجموعة عند المقارنة بين أكثر من اثنين، تفضيل واحد على مجموعة أهو في صفة ذات مقطع واحد، نضع كلمة ذا، خلي بالك نضع كلمة ذا قبل الصفة ونضيف للصفة إيه؟ EST. يبقى ذا وصفة مضاف لها إيه؟ يبقى الصفة قبلها ذا ومضاف لها ايه؟ EST. اهو عندك ذا زائد صفة، لو صفة معظم الصفات بتضيف لها يضاف اليها EST، اهو كلمة فاست اهي هنحط لها EST، تبقى fastest، fattest، fastest الاسرع، fast سريع، fastest الاسرع. طيب خلي بالك في صفات هنا بتنتهي بحرف متحرك زائد حرف ساكن، يعني قبل بتنتهي بحرف ساكن وقبل الساكن حرف متحرك. دي اهي شايفين كلمه بيج اخرها حرف ساكن وقبل الساكن حرف متحرك، لما نيجي نضيف لها اس تي بنعمل ايه؟ بنعمل دبل للحرف الاخير، يعني بنزود كمان جي، دي اخرها جي اهي، يبقى هنا ايه؟ بيجست بيج، وهنحط لها جي كمان وي اس تي عشان هي اخرها حرف ساكن وقبل الساكن حرف ايه؟ حرف متحرك. طيب ناخد الامثله كده، بيقول لي هنا ايه؟ اهو the giraffe is the tallest animal، الزرافة هي أطول الحيوانات. قارنت الزرافة بإيه؟ بالحيوانات كلها. the cheetah is the fastest animal، الفهد الصياد ده إيه؟ أسرع حيوان، قارنته بالحيوانات كلها. the turtle is the slowest animal، السلحفاء هي إيه؟ أبطأ الحيوانات، كده قارنت السلحفاء بكل الحيوانات. دي مقارنة واحد مع مجموعة. طيب اقرا لي كمان كده، هنا بيقول لي which one، which معناها ايهما، للتخيير بين شيئين او اكثر، which يعني اي او ايهما. which one is the tallest، انهي واحد هو الاطول، ايهما يكون الاطول، الاجابه the giraffe is the tallest، الزرافه هي الاطول. هنا عندي which one is the thinnest، انهي واحد هو الارفع، the snake is the thinnest، الثعبان هو الارفع. خدنا بالنا هنا اهو الصفة آخرها إيه؟ EST وقبلها كلمة إيه؟ كلمة ذا، هنا الصفة آخرها EST وقبلها كلمة ذا، قارنت الثعبان بكل الحيوانات. إكسرسايز على الكلام دوت، The giraffe is a not animal، الزرافة هي حيوان إيه؟ هنا بوصف الزرافة بس لوحدها، يبقى a tall animal، حيوان طويل. أما one is the thinnest، أي واحد هو الأرفع، the snake يبقى أي هو which. Which one، انهي واحد، is the thinnest، الارفع، الاجابه the snake. Number 3، which one is the، اول ما الاقي كلمه the يبقى انا عايز صفه اخرها EST، ايهما هو الاقصر، which one is the shortest، انهي واحد هو الاقصر. Number 4، the cheetah is the not animal، الفهد دوت في هنا the يبقى عايز صفه اخرها EST، is the fastest animal، الفهد هو اسرع الحيوانات. General exercise على listen to word and practice time، هنا listening، هنا هنكتب الكلمة اللي ناقصة. How are you ندى، كيف حالك يا ندى، قالت لها ندى I am fine thanks، أنا بخير، هنكتب كلمة fine. What are you looking at، بتنظري على إيه، قالت لها I am looking at the birds، أنا أنظر إلى الطيور. Are there any airplanes in the sky، هل يوجد أي طيارات في السماء. No there aren't، لا ما فيش. Circles odd one out، طلع الكلمة المختلفة، chimpanzee و small و snake و turtle، دي اسمها ايه؟
دي حيوانات، هنطلع كلمة سمول، هنحط إليفانت. أي حيوان أنت حافظ حروفه. طيب عندي كار عربية وترين قطار وبيرد طائر وإليفانت إير بلينز طائرات، هنطلع كلمة بيرد دي وسائل مواصلات، ونحط مثلا كلمة شيب سفينة وسائل مواصلات. عندي هنا ثن رفيع وطول طويل وفات سمين وإليفانت الفيل، هنطلع كلمة إليفانت دي صفات، ونحط كلمة مثلا شورت قصير، أي صفة أنت حافظ حروفها. تراي يحاول، يجرب، سيت يجلس، لوك ينظر، وكيرفول حريص دي صفة، هنطلع كلمة كيرفول ونحط طبعا الفعل اللي احنا عارفينه ده سهل جدا جو. تولست الأطول، سلوست الأبطأ، فات الأدخن أو الأسمن، شورتست الأقصر، هنطلع كلمة فات ونحط كلمة بيجست مثلا، بس خلي بالك عشان فيها دبل جي وبعد كده اي اس تي. ندخل على السؤال اللي بعده. هنا ليفز أوراق الشجر، فلاي يطير، أنيمالز حيوانات، زو حديقة حيوانات، وإين يعني فيه. I like animals، أنا بحب الحيوانات. There are many animals in the، يوجد الكثير من الحيوانات في، طبعا the zoo في حديقة الحيوان، ودي رقم واحد. نقط can do lots of things، مين اللي بيقدر يعمل حاجات كتير؟ طبعا بيتكلم هنا على الانيمالز، الانيمالز can do، لان ايه كابيتال في اول الجملة اهي، الحيوانات تستطيع ان تفعل الكثير من الاشياء. birds can، الطيور تستطيع ان تطير، birds can fly. my favorite animal is the giraffe، حيواني المفضل هو الزرافة. the tall giraffe، الزرافة الطويلة، is eating some، بتأكل بعض الليفز، بعض أوراق الشجر، يبقى دي رقم أربعة. القطعة بيقول لي هنا رقم واحد، أو نقرأ القطعة مع بعض. لاست فرايدي الجمعة اللي فاتت علي ريد، علي قرأ، هنا ريد في الماضي تتنطق مش ريد، تتنطق ريد. علي قرأ a book about the safari، علي read a book about the safari park، علي قرأ كتاب عن حديقة الحيوانات المفتوحة. he knew، هو عارف، a lot about animals، الكثير عن الحيوانات، that live here، there، التي تعيش هناك. he read، هو قرأ، that the cheetah، أرى أن الفهد، is the fastest animal، أسرع الحيوانات. the elephant is the fattest animal، and the giraffe is the tallest one، الفيل هو أدخن الحيوانات أو أسمن الحيوانات أو أكبرها حجما، والجيراف الزرافة هي أطول واحدة. the turtle is slower than the cheetah، السلحفاة أبطأ من الفهد. علي was happy and wanted to go to safari park، علي كان سعيد وكان عايز يروح إلى حديقة الحيوانات المفتوحة، to see these animals، عشان يشوف هذه الحيوانات. علي wanted to go to the safari park، الإجابة true، أيوة عايز يروح. علي read a book about the aquarium، علي قرأ كتاب عن معرض الأحياء المائية أو متحف الأحياء المائية، طبعا الإجابة false. the cheetah is faster than the turtle، الفهد الصياد هو أسرع من السلحفاء، الإجابة true، أيوة طبعا هو أسرع، أسرع الحيوانات كلها. تمام. السؤال الرابع، which animal is the fastest، أنهي حيوان هو الأسرع؟ الإجابة it is the cheetah، إنه الفهد الصياد. when did علي read the book، متى علي قرأ الكتاب؟ الإجابة الجمعة اللي فاتت، last Friday. الباراجراف محلول عنك في نهاية الكتاب، نهاية الكتاب المعاصر، هنقول بسرعة كده. I like the circus، أنا بحب السيرك. I go to the circus with my family، أنا أذهب إلى السيرك مع عائلتي. We see the shows، نحن نشاهد أو نرى العروض. The lion is big، الأسد كبير. I like the lion show، أنا بحب عرض الأسود. وندخل على الدرس اللي بعده. الدرس الثالث والاخير في يونت 8 بيتكلم عن الفونكس تايم، وقت المحادثه او نطق الكلمات الصحيحه. هنا عندي ده صوت الاو مع اليو، ده صوته شكله في القاموس. هنا هاوس، ما نقولش هاوس، اسمه هاوس يعني منزل. ماوس يعني فأر، ماوث يعني فم،
وعندي هنا نقولهم تاني كده house وmouse mouth. هنا عندي brown وعندي gown فستان وtown مدينة صغيرة وشوية كلمات تاني معانا هنا out يعني في الخارج وعندي couch اللي هي الأريكة أو الكنبة وعندي trout سمكة سمك نهري اللي هو السلمون وعندي هنا mountain اللي هو الجبل وعندي cow البقرة و owl اللي هي البومة كمان عندنا كلمات تانية هنا عندي كلمة cloud سحابة down أسفل show snow ثليج جلد ثلج اللي بينزل من السماء clown مهرج و shout يصيح و flowers يعني زهور أفعال هنا عندنا live lived يعيش start started بدأ يبدأ وهنا climb البي silent climb يتسلق climb يتسلق go يذهب وانت ذهب meet يقابل meet قابل say يقول وسد يعني قال وتعالى نشوف هنا exercise خفيف كده my sister is wearing a new أختي بتلبس لبسة new ايه الإجابة gown اللي هو الفستان هنا there are two in the sky يوجد اتنين ايه في السماء طبعا two clouds يعني سحابتين clouds مهرجين gowns فساتين mountains يعني جبال exercise على phonics time هنا عندي كلمة brown اللي هتسمعه هتحط عليه دايرة هو قال لي هنا اكتب حط دايرة حوالين كلمة town وعندي house وعندي shout اللي هتسمعه تحط حوالي دايرة سؤال سهل جدا ما فيهوش اي حاجة السؤال التاني سيركل عندي ريد يعني احمر جرين اخضر براون بني و جاون فستان هنطلع كلمة جاون ونحط يلو يعني اصفر طيب عندي هنا اول وعندي اليفانت فيل وماوس فأر وجراف الزرافة ده طبعا طائر ودي حيوانات وهنحط مثلا كلمة كات عايزين حيوان هنا عندي براون بني وجاون فستان وجينز بنطلون جينز وسكيرت جيبة هنطلع لون البني ونحط مثلا كلمة شورتس يعني شورت او تي شيرت اي حاجة انت حافظ حروفها عندي بعد كده هابي سعيد وعندي طبعا ممكن احط شيرت كمان قميص هابي سعيد فص سريع تاون مدينة فات يعني سمين هنطلع كلمة تاون ونحط طول اي صفة دول صفات هاوس بيت اير اذن نوز مناخير او انف ماوث يعني فم هنطلع كلمة هاوس طبعا دي اجزاء الجسم ممكن نحط كلمة هاند يعني يد او نحط كلمة فيس وجه او نحط كلمة اي يعني عين اي حاجة من اجزاء الجسم عندي بعد كده هنا براون بني جنبت قفزة وان يعني على وانت يريد اندر تحت اي لايك كلاونز انا بحب المهرجين يسر دي امبارح اي سو ذا كلاون ان ذا سكول انا شفت المهرج في المدرسة ذا كلاون نوت اب اند داون المهرج جنبت قفزة اعلى لاعلى والاسفل She looked around هي نظرت نقط the ground يبقى هنا I saw the clown in our school the clown هنا قلنا jumped on the down هنا She looked around on the ground هو نظرة إلى الأرض Her mouth was red والفم بتاعه كان لونه أحمر Her voice صوته was loud كان صوته عالي The clown began to shout المهرج بدأ يصيح To my friends لصحابي Where is my mouse? Where is my mouse? فين الفأر بتاعي My small brown mouse My small brown mouse فأري اللي لونه بني My small brown mouse I want my small brown mouse أنا عايز فأري البني I want أنا أريد فأري البني ناخد الإكسرسايز الأخير نمبر 1 بيقول لي هنا The man is shouting الرجل بيصيح بيزعق The man is shouting الرجل بيصيح بيزعق
هنا is there is there a house on the mountain؟ هل يوجد بيت على الجبل؟ يبقى is رقم واحد. is there يعني هل يوجد a هل يوجد a house منزل on the mountain؟ هل يوجد منزل على الجبل؟ وعند استفهام my gown is brown يعني فستاني لونه بني. my gown is brown. did you go to the town؟ did you go to هل أنت ذهبت to the إلى المدينة to the town؟ town يعني مدينة صغيرة. وفي الآخر question mark. خلصنا كده الدرس الأول والتاني والتالت. بسرعة إيدك على زر لايك والشير والسبسكرايب. خلصنا الوحدة التامنة كاملة. الفيديو اللي جاي إن شاء الله هنعمل اختبار على الوحدة التامنة، اختبارين على الوحدة التامنة. شكرا لكم، كان معكم مستر اسماعيل حلمي، اتمنى لكم التوفيق والتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.